بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نبدأ الآن مراجعة الدراسات الاجتماعية. موضوع الدرس الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة بعنوان الأحداث العالمية المؤثرة في العالم. في الوحدة الرابعة الأحداث العالمية المؤثرة في العالم يتم مراجعة الآتي: الدرس 12 الكشوف الجغرافية، الدرس 13 الاستعمار. نبدأ الآن بالدرس 12 الكشوف الجغرافية. الأهداف: أن يتمكن الطالب من أولاً توضيح مفهوم الكشوف الجغرافية. ثانياً، تعداد أنواع الكشوف الجغرافية. ثالثاً، تصميم خريطة مفاهيم لدوافع الكشوف الجغرافية. رابعاً، ذكر دوافع الكشوف الجغرافية الأوروبية. خامساً، تعليل الأمير هنري لقب بالملاح. سادساً، تفسير استفادة فاسكو دا جاما من البحارة المسلمين. سابعاً، تلخيص الكشوف الجغرافية الإسبانية. ثامناً، تتبع الكشوف الجغرافية البريطانية. تاسعاً، ذكر نتائج الكشوف الجغرافية على العالم العربي والإسلامي. سؤال: وضح الكشوف الجغرافية، ماذا يقصد بها؟ أحسنتم، الكشوف الجغرافية هي الرحلات البحرية الواسعة التي قام بها بعض الأوروبيين في القرن 15 الميلادي لاكتشاف مناطق جديدة لأسباب اقتصادية ودينية واجتماعية ومعرفية. أحسنتم. سؤال: عدد أنواع الكشوف الجغرافية. إذن هي برتغالية، إسبانية، بريطانية، فرنسية، هولندية. أحسنتم. سؤال: صمم خريطة مفاهيم لدوافع الكشوف الجغرافية. لدينا 4 دوافع. أحسنتم. دوافع الكشوف الجغرافية: دينية، سياسية، اقتصادية، علمية. بارك الله فيكم. سؤال: اذكر دوافع الكشوف الجغرافية الأوروبية. هي 6 نقاط: رئيسة، نتناولها. أولاً، رغبة الأوروبيين في نشر ديانتهم. إذن أولاً، رغبة الأوروبيين في نشر ديانتهم. ثانياً، رغبة الأوروبيين في البحث عن طرق تجارية لا تمر بالبلاد العربية ومنافسة العرب في الجانب الاقتصادي. ثالثاً، رغبة دول أوروبا في السيطرة على بلاد جديدة وتوسيع ممتلكاتهم فيها والسيطرة على مقوماتها الاقتصادية، خصوصاً بعد الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في البلدان الأوروبية. رابعاً، دعم الكنيسة الأوروبية والبابا لحركة الكشوف الجغرافية، إذ أصدرت البابوية مراسيم حق ملكية الأقاليم المكتشفة لملوك البرتغال والإسبان. خامساً، الرغبة في الحصول على منتجات الشرق من المعادن النفيسة والعطور والبخور والأقمشة الحريرية والمسك والتوابل مباشرة دون المرور بأراضي العرب. سادساً، حب المعرفة الجغرافية والرغبة في تأكيد نظرية كروية الأرض التي اقتنع بها مجموعة من البحارة المغامرين. اقتنع بها مجموعة من البحارة المغامرين نتيجة تقدم البحث العلمي في أوروبا واطلاعهم على علوم من سبقهم. أحسنتم. الآن أبرز الكشوف الجغرافية. الكشوف الجغرافية البرتغالية: اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح
الأمير هنري الملاح من عام 1394 من الميلاد إلى عام 1460 من الميلاد؟ سؤال: علل. الأمير هنري لقب بالملاح لماذا؟ أحسنتم، بسبب جهوده التي بذلها لتشجيع الكشوف الجغرافية، حيث أنشأ أكاديمية للعلوم البحرية واستعان بخبراء الفلك والملاحة، كما أشرف على إرسال البعوث البحرية لاكتشاف ساحل إفريقيا الغربي، وكان الرأس الأخضر على ساحل السنغال هو آخر نقطة بلغتها الكشوف الجغرافية في عهده. ما زلنا الآن في أبرز الكشوف الجغرافية. الكشوف الجغرافية البرتغالية فاسكو دا جاما من عام 1497 من الميلاد إلى عام 1524 من الميلاد. سؤال: استفاد فاسكو دا جاما من البحارة المسلمين، فسر ذلك. بارك الله فيكم. وصل برحلته البحرية إلى الطرف الجنوبي لقارة إفريقيا، واستطاع أن يدور حول إفريقيا مكتشفا طريق رأس الرجاء الصالح الذي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، محققا بذلك حلم الأوروبيين. ومن الثابت أن فاسكو دا جاما قد استفاد من البحارة المسلمين ومن كتاباتهم وأدواتهم البحرية مثل آلة الإسطرلاب. أحسنتم. أبرز الكشوف الجغرافية: الكشوف الجغرافية الإسبانية، اكتشاف أمريكا، كريستوفر كولومبوس من عام 1451 من الميلاد إلى عام 1506 من الميلاد. سؤال: قدم تلخيصا للكشوف الجغرافية الإسبانية. إذن أراد كريستوفر كولومبوس أن يصل إلى الهند بالإبحار غربا، وهو بحار إيطالي استنتج أنه إذا أبحر غربا عبر المحيط الأطلسي بين قوسين بحر الظلمات فإنه يستطيع أن يصل إلى الهند، فعرض فكرته على ملك إسبانيا وملكتها، فشجعاه وزودته الملكة جميع متطلبات هذه الرحلة، فأبحر كولومبوس حتى وصل إلى جزر الباهاما التي سماها سان سلفادور، ثم توجه إلى شاطئ جزيرة كوبا الشمالية وجزيرة هايتي التي أسماها إسبانيا الصغيرة، وظن أنه بلغ الجزر القريبة من الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، وظن أنه بلغ الجزر القريبة من الساحل الشرقي لقارة آسيا، وإنه على وشك الوصول إلى الهند، لهذا أطلق على جملة الجزر التي اكتشفها جزر الهند، ثم عاد إلى إسبانيا، وفي العام نفسه أعاد الكرة برحلة أخرى في الاتجاه نفسه، وفي هذه المرة تمكن من اكتشاف جزيرة جامايكا، وبعد ذلك كرر رحلاته لكنه لم يوفق في اكتشافات جديدة. أبرز الكشوف الجغرافية: الكشوف الجغرافية البريطانية. سؤال: تتبع الكشوف الجغرافية البريطانية. اكتشاف استراليا. نتتبع. أرسل ملك إنجلترا هنري السابع الرحالة الإنجليزي جون كابوت في رحلات استكشافية، فأبحر من أوروبا وعبر المحيط الأطلسي، ووصل إلى الشاطئ الشمالي لأمريكا الشمالية عند نيوفوندلاند، وعاد بعد ذلك إلى إنجلترا، وفي رحلة استكشافية ثانية سار بمحاذاة الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية حتى وصل فلوريدا. ماذا نتج عنه؟ وكانت هذه الرحلة ابتداء للاستعمار البريطاني لأمريكا الشمالية.
خلال الفترة من عام 1768 من الميلاد وحتى عام 1779 من الميلاد، قام الرحالة الإنجليزي جيمس كوك بمجموعة من الرحلات البحرية تمكن فيها من الوصول إلى السواحل الشرقية لأستراليا ونيوزيلندا. ما هي النتيجة؟ النتيجة وإليه يعود استكمال اكتشاف أستراليا التي أضحت فيما بعد مستعمرة بريطانية. بارك الله فيكم. أبرز الكشوف الجغرافية، سؤال: اذكر نتائج الكشوف الجغرافية على العالم العربي والإسلامي. ثلاث نتائج رئيسة هي: أولاً، تحول التجارة إلى الطرق البحرية الجديدة، وهو ما سبب خسارة اقتصادية كبيرة للعرب وللمسلمين. ثانياً، محاصرة البرتغاليين لبعض الشواطئ العربية على بحر العرب وبحر عمان واحتلال أجزاء منها. ثالثاً، إضعاف دولة المماليك وهو ما أدى إلى سقوطها. سؤال: ضع اسم الرحالة أمام المكان الذي تمكن من اكتشافه. لديكم الآن أسماء: كريستوفر كولومبوس، فاسكو دا جاما، جيمس كوك. ولديكم الجدول، تضعين أو تضع اسم الرحالة للمكان الذي تم اكتشافه. نبدأ باستكمال اكتشاف أستراليا. من؟ ممتاز، جيمس كوك، جزيرة جامايكا. أحسنتم، كريستوفر كولومبوس، رأس الرجاء الصالح فاسكو دا جاما. بارك الله فيكم. سؤال: أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما يلي. أولاً، استفاد فاسكو دا جاما من المصادر المكتوبة التي سطرها البحارة العرب عن الملاحة في المحيط الهندي، ولا سيما ما خلفه البحار العربي. فكروا بها. أحسنتم، شهاب الدين أحمد بن ماجد. ثانياً، من نتائج الكشوف الجغرافية على العالم تدفق الثروات والمواد الخام على، أحسنتم، أوروبا. ملحوظة؟ بقية نتائج الكشوف الجغرافية على العالم في صفحة 119. نستكمل. ثالثاً، طريق البخور هو طريق فراغ العالمي الذي كان العرب في الجزيرة العربية يسيطرون عليه منذ ما قبل الإسلام. ممتاز، طريق البخور هو طريق التجارة العالمي الذي كان العرب في الجزيرة العربية يسيطرون عليه منذ ما قبل الإسلام. بارك الله فيكم. ننتقل إلى الدرس 13، الاستعمار. الأهداف: أن يتمكن الطالب من، أولاً، توضيح مفهوم الاستعمار، ثانياً، تعداد دوافع الاستعمار، ثالثاً، يبرهن على أن الدوافع الاقتصادية كانت سبباً في تنافس دول أوروبا الصناعية على الاستعمار، رابعاً، توضيح الدوافع السياسية للاستعمار، خامساً، تفسير الدوافع الاجتماعية للاستعمار، سادساً، ذكر الدوافع الثقافية للاستعمار، سابعاً، تصنيف آثار الاستعمار في العالم العربي والإسلامي، ثامناً، تصميم خريطة مفاهيم لأنواع الاستعمار. سؤال: وضح مفهوم الاستعمار. هو مفهوم، ماذا يقصد به؟ بارك الله فيكم. يقصد بالاستعمار سيطرة دولة صناعية قوية على الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية لعدد من البلدان في العالم أقل منها قوة، ولا سيما تلك البلدان الغنية بمواردها الطبيعية. سؤال: عدد دوافع الاستعمار. هي 4 دوافع: الدوافع الاقتصادية، أولاً الدوافع الاقتصادية، ثانياً الدوافع السياسية، ثالثاً الدوافع الاجتماعية، رابعاً الدوافع الثقافية. سؤال: برهن على أن الدوافع الاقتصادية كانت سبباً في تنافس دول أوروبا الصناعية على الاستعمار. هي 3 دوافع:
نبرهن. أولاً، التنافس بين دول أوروبا الصناعية نتيجة للثورة الصناعية للبحث عن المواد الخام اللازمة لمصانعها والحصول على أيدي عاملة رخيصة من بلدان العالم الضعيفة، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها الصناعية، فكان الاستعمار طريقها لتحقيق هذه الغايات. ثانياً، تنافس مجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى للاستثمار في بعض بلدان آسيا وإفريقيا، وطلبها الدعم من الحكومات الأوروبية لحماية مصالحها، فكانت مدخلاً للسيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية. ثالثاً، الرغبة في التخلص من الأزمة الغذائية في أوروبا نتيجة التحول نحو الصناعات وتناقص أعداد المجتمعات الريفية، وذلك بتأمين المواد الغذائية الزراعية اللازمة من بلدان العالم الفقيرة بعد السيطرة عليها وعلى مقدراتها الاقتصادية. أحسنتم؟ سؤال: وضح الدوافع السياسية للاستعمار. دافعين اثنين هما الدوافع السياسية. أولاً، تتميز بعض الدول والجزر بمواقعها الاستراتيجية التي دفعت بعض الدول الاستعمارية إلى التنافس على استعمارها والسيطرة عليها للتحكم في حركة الصناعة والتجارة الدولية آنذاك، وتأمين الطرق التجارية وتوفير الخدمات اللازمة للسفن وحماية الخطوط الملاحية في البحار والمحيطات، مثل استعمار بريطانيا لجبل طارق وعدن ومصر وسنغافورة. ثانياً، تنافس دول أوروبا الاستعمارية لإظهار العظمة والنفوذ والسيطرة، وذلك بالتوسع في الممتلكات والمستعمرات. أحسنتم؟ سؤال: من دوافع الاستعمار الدوافع الاجتماعية، فسر ذلك كيف؟ أحسنتم! نتيجة للنهضة الأوروبية تزايدت أعداد السكان في أوروبا تزايداً كبيراً، وبدأت دول أوروبا الصناعية البحث عن مناطق جديدة تستوعب سكانها الراغبين في الهجرة إلى بلدان غنية بمواردها الطبيعية لاستثمار تلك الموارد. ممتاز! سؤال: اذكر الدوافع الثقافية للاستعمار. ثلاث دوافع. الدوافع الثقافية: أولاً، رغبة دول أوروبا في نشر الثقافة والحضارة الأوروبية وتغيير الهوية الثقافية للدول المستعمرة بما يحقق مصالح المستعمرين. ثانياً، رغبة بعض الدول الأوروبية في نشر أفكارها ومبادئها السياسية. ثالثاً، تبني دول أوروبا نشر معتقداتهم الدينية بين شعوب العالم. أحسنتم! سؤال: اختار الإجابة الصحيحة مما يلي. أولاً، جزر الهند الشرقية بين قوسين إندونيسيا وقعت تحت استعمار دولة من؟ ألف إسبانيا، باء هولندا، جيم روسيا، دال بريطانيا. أي دولة؟ أحسنتم! هولندا. ثانياً، استعمرت إيطاليا بلاد ألف مصر، باء الجزائر، جيم لبنان، دال ليبيا. من؟ أحسنتم! ليبيا. وكذلك لما نتناولها بالكامل الدول الاستعمارية، نبدأ الدول الاستعمارية البلاد الإسلامية والعربية التي وقعت تحت الاستعمار. إسبانيا استعمرت كل من الريف المراكشي، إقليم إفني المغربي، الصحراء المغربية، إقليم مورو الإسلامي في جزر الفلبين، سبتة ومليلة في المغرب. بريطانيا استعمرت ماليزيا، عدن، مصر، السودان، أوغندا، جزء من الصومال، إريتريا، تنزانيا، نيجيريا، قبرص، العراق، شرق الأردن، فلسطين،
جنوبي إيران. فرنسا استعمرت مالي، تشاد، النيجر، السنغال، مدغشقر، موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، غينيا، جيبوتي، سوريا، لبنان. هولندا استعمرت جزر الهند الشرقية بين قوسين إندونيسيا. بلجيكا استعمرت بعض الجزر في إندونيسيا. إيطاليا استعمرت ليبيا، جزء من الصومال، إريتريا. روسيا استعمرت تركستان الغربية، الديار الإسلامية في حوض نهر الفولغا وآرال، شبه جزيرة القرم، بلاد القوقاز، شمالي إيران. سؤال: صنف آثار العالم العربي والإسلامي التي أمامك بما يناسبها من عبارة في الجدول التالي. بين قوسين موجود الآثار السياسية، الآثار الاجتماعية، الآثار الثقافية والفكرية، الآثار الاقتصادية. الموجود أمامكم هي عبارات، كل عبارة لها صنف من هذه الآثار، فلما نريد أن نقرأها ثم يظهر لنا هذا الأثر ما هو نوعه كما ترون. نبدأ. فرض المستعمر لغته على المستعمرات بجعلها اللغة الرسمية، أي نوع من الآثار؟ ممتاز، الآثار الثقافية والفكرية. بعد ذلك ننتقل، إبقاء المستعمرات متخلفة صناعيا لبقاء تبعيتها للاستعمار، كذلك أي نوع؟ ممتاز، الآثار الاقتصادية. حرمان الشعوب من حريتها وحقها في تقرير المصير، أي نوع؟ كذلك من الآثار. ممتاز، الآثار السياسية. تكريس التبعية والفقر والاستهلاك وإقصاء الشعوب عن العمل المنتج، إذن الآثار الاجتماعية. كذلك ما زلنا نستكمل، تحطيم الصناعات المحلية وقتل روح المنافسة الوطنية بين الشعوب المستعمرة، أي نوع؟ ممتاز، الآثار الاقتصادية. تبديل الهويات ومنع ممارسة الشعائر الدينية، أحسنتم، الآثار الثقافية والفكرية. تسخير شعوب المستعمرات لخدمة الاستعمار دون مراعاة حقوقهم الإنسانية، أحسنتم، الآثار الاجتماعية. حرمان الشعوب المستعمرة من تكوين الجيوش الوطنية والقوى الأمنية، بارك الله فيكم، الآثار السياسية. ملحوظة، بقية الآثار موجودة في صفحة 123 و124. سؤال: صمم خريطة مفاهيم لأنواع الاستعمار. نلاحظ، أولا الاستعمار الاستيطاني، ثانيا الاستعمار العسكري، ثالثا الحماية، رابعا الانتداب، خامسا الوصاية، سادسا الاستعمار الفكري. هذه هي كلها جميعا أنواع الاستعمار. سؤال: املأ الجدول التالي بما يناسبه. لديكم الآن أنواع الاستعمار، أريد تعريفه كما هو واضح في الجدول والأمثلة، وتلاحظون كل نوع من أنواع الاستعمار كم عدد الأمثلة المطلوب. الاستعمار الاستيطاني 4 أمثلة، الاستعمار العسكري 3 أمثلة، الحماية مثالين 2، الانتداب 3 أمثلة، الوصاية 3 أمثلة، الاستعمار الفكري 3 أمثلة. نبدأ بالأجوبة. الاستعمار الاستيطاني تعريفه: هجرة مجموعات من سكان دولة أجنبية قوية إلى أخرى ضعيفة لتأسيس مستوطنات استعمارية لها، مع طرد السكان الأصليين وتشريدهم أو إبادتهم أو إذابتهم في المجتمع الجديد. أمثلة: ما فعله الإسبان تجاه السكان الأصليين في أمريكا الوسطى والجنوبية،
واستيطان البرتغاليين في أرض البرازيل وفرض ثقافتهم ولغتهم عليها، ما فعله الإنجليز تجاه السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وأستراليا، احتلال أرض فلسطين، الاستعمار الأوروبي لأفريقيا الوسطى وروديسيا بين قوسين زيمبابوي، الاستعمار العسكري، احتلال دولة قوية دولة أخرى بقوة السلاح لضعفها في الجانب العسكري من أجل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الرامية إلى السيطرة على اقتصاد البلاد والسياستين الخارجية والداخلية فيها. الأمثلة: الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830 من الميلاد، ولجزيرة مدغشقر عام 1894 من الميلاد. الغزو البريطاني لعدن عام 1839 من الميلاد، ولمصر عام 1882 من الميلاد. الغزو البلجيكي للكونغو عام 1907 من الميلاد. الحماية: عقد المعاهدات غير المتكافئة بين الدولة المستعمرة والبلد المستعمر بحجة حمايته من أي قوى سياسية مجاورة أو معادية، للوصول به إلى الخضوع الكامل وتسليم شؤونه للمستعمر. أمثلة: الحماية التي فرضتها فرنسا على تونس عام 1881 من الميلاد، ومراكش عام 1912 من الميلاد. الحماية البريطانية على عدن وحضرموت ومناطق الجنوب العربي منذ غزوها عام 1839 من الميلاد. كذلك نستكمل الانتداب. برز هذا النوع من الاستعمار مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 من الميلاد، وانتدبت بموجبه بعض الدول الاستعمارية المنتصرة في الحرب لإدارة شؤون الأقطار التي كانت تحت الحكم العثماني أو الألماني لمدة ربع قرن، وكانت بمباركة من عصبة الأمم المتحدة. أمثلته: الانتداب الفرنسي عام 1920 من الميلاد على سوريا ولبنان، الانتداب البريطاني عام 1920 من الميلاد على فلسطين والأردن والعراق، انتداب حكومة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لإدارة شؤون ناميبيا. الوصاية: نوع نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبقرار من هيئة الأمم المتحدة عام 1945 من الميلاد، وضعت بموجبه المناطق التي كانت تحت النفوذ الألماني أو الإيطالي أو الياباني تحت وصاية دولة تكلفها الأمم المتحدة. الأمثلة: الوصاية الإيطالية على ليبيا والصومال، الوصاية البريطانية على تنجانيقا بين قوسين تنزانيا حاليا، وصاية اتحاد جنوب إفريقيا على إقليم ناميبيا. الاستعمار الفكري: استغلت بعض الدول المسوغات الثقافية لاستعمار الدول الضعيفة للوصول إلى تغيير هوية أبناء البلاد المستعمرة من خلال إنشاء المدارس والمعاهد الأجنبية ومراكز التنصير ونشر ثقافتها لتكون تابعة لها فكريا. الأمثلة وأمثلته هي: فرنسا في الشمال الأفريقي بين قوسين تونس الجزائر مراكش، فرنسا أيضا في بلاد الشام وبخاصة لبنان، دول الكتلة الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا. بارك الله فيكم، أشكركم على حسن إصغائكم وتفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.